بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، في داخل قطر وخارجها، نحييكم بأبرك التحيات من استديو درب الساعي. يوم جديد وعزيز من أيام الوطن، تظل الهرايات لدعم وتمضي دقائقه وساعاته على وقع كلمات المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وعاملتنا بالصدق والنصح والنقاء. نعم، صبحكم الله بالعز والفخر والوفاء والمحبة، صبحكم الله بالعمل والإخلاص والانتماء، صباحكم متميز ومختلف في اليوم الوطني. وفي هذه المناسبة الغالية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى أبناء الشعب القطري، وإلى حكومتنا الرشيدة. فوقك سماوات العظيم وتحتك رفات المخلصين، اكفخ بنبض أرواحنا يدعم على مر السنين. بهذه الروح وبهذا الانتماء إلى الوطن، رفرف لدعم فوق رؤوس الجميع وهم يمرون من أمام المنصة، حيث سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو الأمير الوالد باني قطر الحديثة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بهذه الروح يرفرف فوقها لدعم. شاهدنا المسير الوطني وهو يتوج احتفالات قطر باليوم الوطني 18 من ديسمبر. نعم، داري قطر وأنا هنا أمثلها، المجد مطلوبي وأنا طلابه، شوفوا دمي من حبها عنابي وحماستي من ضوها شبابه، دام عزك يا وطننا دامت أفراح دار التميمي حمد، وهي تعيش زهو هذا اليوم المجيد يوم قطر الوطني. وشفنا أيضا كيف كانت القلوب تسير قبل الأقدام وهي تمر لتحيي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مرحبا بكم من استديو قناة الريان في درب الساعي، ونحن نواصل وياكم هذه التغطية لليوم الوطني في ذروة احتفالات أو الاحتفالات التي تمثلت بالمسير الوطني. ملحمة وطنية، عسكرية، شعبية، إنسانية رائعة شهدها الكورنيش صباح اليوم خلال المسير الوطني، جسدت صور التلاحم الوطني بين القيادة الرشيدة من جانب ومختلف أجهزة الدولة والمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على أرض قطر الغالية. نعم، اللهم اجعلنا ممن تحبهم شعوبهم ويبادلوها حبا بحب. كلمات لخصت رؤية أمير وقائد هذا البلد، يرى أن خدمة شعبه ونيل رضاهم أمنية غالية يعمل على تحقيقها. هذا هو أمير الشعب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذه الأيام المعطرة بأريج الماضي ونكهة الحاضر وعبير المستقبل. معنا اليوم في هذه التغطية الخاصة من استديو قناة الريان في درب الساعي الدكتور ربيعة بن صباح الكواري، رئيس مجلس هيئة التدريس في جامعة قطر، فمرحبا ومسهلا بك. وكما أيضا نستضيف معنا سعادة السيد إبراهيم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة، فمرحبا ومسهلا بكم جميعا. حياكم الله، بارك الله فيكم، بارك عليكم هذا اليوم المبارك. يا مرحبا، سعداء نكون معاكم. وحنا أسعد يا دكتور، والله يحييكم مرة ثانية. بلا شك هذا اليوم يعني لنا الكثير، يوم حب وولاء وعطاء لهذا البلد المعطاء، يوم تجديد أيضا المحبة لهذه القيادة ولهذا الدار العزيز والغالي على القلوب جميعنا. أبدأ معك سعادة السيد إبراهيم، مشاعرك بمناسبة هذا اليوم، يوم الولاء والعزة. بارك الله فيك. أولا أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وإلى مقام سيدي الأمير الوالد، وإلى مقام سمو نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد، وأشكركم على الاستضافة وأشكركم على الجهد المبذول حقيقة. مشاعري يمكن وأنا في الطريق يعني ثلاث أبيات يمكن تلخص كل ما أحب أقوله. جميل. من مشاعر أقول: ذكرى الوطن، يوم الوطن ذكرى يجدد كل عام، الله معها نجدد عهدنا لك يا تميم، الدار والشعب الوفي يوم الزحام، والبيرق لدم على عهد قديم، يا سلام، عهد الذي أسس على نهج الكرام
ثم توالت من كريم في كريم. الله سلامتك. صح الله سلامك. سلامك. بارك الله. سهل منا قطر اليوم ودوم مثل هذه الأبيات وأكثر. ما في شك. وتستاهل أيضا معلقات. صح الله سانك بيض الله وجهك دكتور ربيعة. شعورك بهذا اليوم القالي علينا كلنا. وما في شك مناسبة عزيزة على الجميع، وهالقطر مواطنين والمقيمين على هذه الأرض الكل يحتفل اليوم بهذا اليوم الأغر. ومثل ما كتب بعض الأبيات الدكتور إبراهيم، أنا أيضا يعني كتبت بيت واحد فقط أقول فيه: عيدي يا بلدنا وارزفي كل عام وارفعي للوطن والشعب أحلى التهاني. الله الله. بيت واحد إن شاء الله يكون يعني يؤدي الغرض، لكن حقيقة المناسبة عزيزة علينا وعلى قلوبنا، نحتفل فيها كل عام لكن فيها معاني سامية كبيرة. اليوم المشهد الجميل والرائع، حضور سمو الأمير وسمو الأمير الوالد وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والضيوف، ضيوف قطر، نزول سمو الأمير وسمو الأمير الوالد لمصافحة الشعب المواطنين والمقيمين كان مظهر مؤثر وجميل حقيقة. هذا المشهد الرائع الذي يتكرر للسنة الثانية على التوالي ينم عن محبة من قبل القيادة لهذا الشعب. نعم فعلا يا دكتور، كلام هذا دائما ما تعودنا عليه، هذا الالتحام بين الشعب والقيادة في هذه المناسبة العزيزة والغالية والتي دائما ما تعكس هذا الولاء المتبادل بين القيادة والشعب. أيضا أستاذ إبراهيم، نتوقع أو مثل ما رأينا هذا اليوم بهذه الملحمة الجميلة وهذا الالتفاف حول القائد في المسير الوطني وهذا المنظر الذي يعكس المحبة والعطاء لهذا البلد، ماذا يعني لنا المسير الوطني اليوم في هذا الصباح؟ وخصوصا أن المسير الوطني يمكن كلمة حنا يمكن في السابق كنا نقول المسير العسكري، ولكن الآن أصبح المسير الوطني بحيث أنه يأخذ مبدأ الشمول. والله أنا تفكرت كثير حقيقة في المشهد، ويوحي بكثير من الأحاسيس والمشاعر. أنا وجدت قطر تجسدت اليوم، الوطن قيادة وشعب وأرض وسماء وبحر كلها موجودة في مكان واحد. وجدت هذه اللحمة، وجدت يعني الوطن يبنونه أبنائه اللي شاهدناهم في المسير. صحيح. هؤلاء هم بنات الوطن، هؤلاء هم مستقبل قطر. فالحقيقة كل من رأى، لا يحتاج يكون شاعر حتى تكتب، هناك كلمات لا تكتب شعر، تكتب نثر، يعني الإنسان يعبر عنها وقات بفرحته في وجهه، تبين عليه الفرحة والبهجة بما يرى من هذا الاحتفال هي. نعم دكتور ربيعة، شاهدنا اليوم المسير، يمكن كنا جالسين في المجلس نتابع المسير، يعني بس وضح للمشاهدين كنا أنا والدكتور جالسين نتابع المسير مع بعض، فكنا نتكلم دكتور عن أن التاريخ قاعد يعيد نفسه بنفس يعني بنفس اللحظات، التحام القيادة بالشعب، ارتباطهم، محبتهم، وشفنا كيف القيادة تبادل المواطنين والمقيمين والشعب القطري المحبة، وكيف أيضا كان هناك لهفة من كل المواطنين بأنهم أيضا يعني ينالون شرف السلام على أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد، أو التقاط الصور التذكارية اللي فعلا تعتبر يعني ذكرى جميلة جدا لكل من ينال هذه اللحظة. وأجمل ما في المسير الوطني اليوم هو يعني هذه اللحمة الوطنية بين القائد وسمو الأمير الوالد حقيقة مع الشعب القطري والمقيمين في هذه اللوحة الجميلة التي سطرت أحلى صورة حقيقة. التقاط الصور التذكارية لها معنى غزير لدى الشخص اللي يصور، لأنها بتعيش لسنوات وتعيش للأمة أيضا وللشخص الذي قام بتصوير هذه اللقطة. تواضع سمو الأمير وسمو الأمير الوالد ونزولهما للشارع والمصافحة الناس، يعني منظر يعني قد لا يوصف حقيقة من جمال هذا المنظر. الشيء المهم والأهم أن رجال قطر وفتيات قطر الكل شارك في هذا المسير، والكل عبر عن حبه وولائه لهذا الوطن. الجيش، الشرطة، الأخوية، جميع فئات الفئات العسكرية، حتى الخدمة الوطنية أيضا شاركوا في هذا المسير، وكانت أيضا لفتة معبرة لأنها تحدث لأول مرة في تاريخ المسير. وأجمل ما في هذا المشهد حقيقة أيضا هو السعادة والابتسامة المرتسمة على شفاه الجميع حقيقة.
هذه اللوحة كانت معبرة بشتى صورها. أيضا أبنائنا وأمهاتنا وبناتنا اللي في البيوت اللي شاهدوا المسير أيضا لهم حضور، أيضا أكيد. لهم تعليقات على هذا الشيء، وإذا فتحنا شبكات التواصل الاجتماعي سنجد الكثير من التعليقات حول هذا المشهد المهيب الذي كان صورة معبرة عن تلاحم قطر بين القيادة والشعب في هذا اليوم الأغر. نعم فعلا يا دكتور، هذا اليوم رسمنا فيه لوحة بمحبتنا لوطننا وأيضا لقائدنا، يمكن أيضا سعادة إبراهيم السادة. احنا دائما نقول أن اليوم الوطني هو ليس يوم للاحتفال فقط، ولكن أيضا نقف على ما قدمنا لبلدنا، وأيضا نتطلع لمستقبل مشرق. ما هو المطلوب من أبناء هذا الوطن للرقي به إلى أعلى المستويات؟ والله الوطن قدم لنا كل شيء، والمطلوب من أبناء الوطن كذلك أنهم كل من مكان عمله أن يقوم بالعمل بإخلاص لرسم صورة قطر المستقبل. نحن اليوم نصنع المستقبل كما صنع أبائنا، هذا اليوم اللي نعيشه ونعيش ثمرته الآن. فمطلوب منا الجد والإخلاص، لأن كل عمل نقوم فيه اليوم بإتقان لا شك أنه راح يحسن صورة المستقبل أكيد. أجيالنا لأجيالنا. يمكن تعليقا على كذلك ما ذكر الدكتور الله يجزيه خير في وصف الصورة هذه الجميلة، رأيت يعني نسيج أفقي ونسيج رأسي إذا صح التعبير. النسيج الأفقي شمل كل من يعيش على هذه الأرض، مواطنين ومقيمين من كل ألوان الطيف. والنسيج الرأسي تجد فيه الكبير والصغير، يعني من ساهم في بناء الحاضر ومن سيساهم في بناء المستقبل من أطفالنا الصغار، كلهم موجودين. فالحقيقة صورة كل ما تنظر لها من أي جانب تجد فيها عبرة وتجد فيها صحيح. ما تعبر عنها الحقيقة. نعم. دكتور ربيعة، يمكن شاهدنا في المسير مشاركة الأطفال بشكل كبير في الفترة في هذه السنة بالذات، يمكن أيضا كان لهم مشاركة السنة اللي فاتت، ولكن هذه السنة كان أطفال بزي عسكري، أطفال على الخيل، أطفال أيضا على الهجن، يعني اهتمام كبير وإتاحة الفرصة للجيل الناشئ. إيش يعني؟ أنا أولا عجبتني لقطة الطفل اللي مر أمام سمو الأمير وسمو الأمير الوالد واللي كان يعطي التحية. أيه. كانت صورة معبرة جدا لهذا الطفل القطري، صورة رائعة جدا. الشيء الثاني، في عندما نتحدث عن أطفال قطر ومشاركتهم في هذه المناسبة العزيزة، خلنا أخي الكريم نعود إلى خطاب سمو الأمير 2013 عندما تولى الحكم في دولة قطر. ذكر سموه الله يحفظه كلمة خالدة حقيقة، اللي هو الاهتمام بالإنسان القطري. والاهتمام بالإنسان القطري دائما ما تبدأ من مرحلة الصغر اللي هي مرحلة الطفولة، ومن ثم الاهتمام بالأبناء في المدرسة وفي الجامعات لكي يتخرج أبناء قطر للإنتاج وخدمة المجتمع. أبنائنا كما تعلم عليهم مسؤولية كبيرة في تحمل المسؤوليات. سموه أكد في ذلك الخطاب على نقطة في غاية الأهمية، لا للتبذير يجب العمل والإنتاج. لا. والإنتاجية قضية مهمة جدا. إحنا أبنائنا اليوم اللي يتخرجون من الجامعات لابد أن الواحد يتحمل المسؤولية، المنصب اللي جالس فيه أو الوظيفة اللي يحصل عليها، يعني تحتاج أيضا مقابل هذه الوظيفة العمل والإخلاص. أنا أتذكر أيضا سمو الأمير الوالد كان يحض على هذا الشيء صحيح. وذكر في أكثر من خطبة سابقة بأن المواطن القطري عندما مثلا خلينا نقول تزيد الرواتب، زيادة الرواتب يقابلها إيش؟ عمل وإنتاج صحيح. وهذه النقطة أكد عليها سمو الأمير الوالد فعلا. وسمو الأمير الله يحفظه ويحفظهم جميعا لخدمة آمين. قطر إن شاء الله. اللهم آمين فعلا. وأيضا استكمالا لحديثك دكتور ربيعة، أيضا في خطاب الأمير في مجلس الشورى ذكر أن نحن نضع الخطط لكي تطبق. ما هو الواجب على أيضا المؤسسات سعادة إبراهيم السادة بتطبيق هذه الخطط؟ طبعا الخطط اللي ذكرها سمو الأمير هي الخطة الاستراتيجية 2011-2016، وهي خطة مرحلية للوصول إلى رؤية قطر 2030. فهذه الخطط توضع فعلا لتطبق. إذا لم تطبق هذه الخطط لن نصل إلى أهدافنا في 2030 لتحقيق أهدافنا صحيح.
فهذا هو كان المقصود بوضع الخطط لكي تطبق، تكون هذه الخطط واقعية ومتسقة مع رؤية قطر الوطنية، يعني تحتوي الأهداف اللي هي تعتبر من مكونات الرؤية الوطنية كي نصل في نهاية المطاف إلى تحقيق رؤيتنا الوطنية. نعم، ممكن بوادر لما بدينا نلمس أيضا بوادر هذه الرؤية. صحيح، أي والله. أنا بس بضيف لكلام الدكتور إبراهيم اللي هي متابعة المشاريع في الدولة. سمو الأمير في خطابه الأخير مجلس الشورى أكد على هذه النقطة، أن هناك متابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء في قطر لمتابعة البنية التحتية في قطر المشاريع. أنت كما تعلم هناك مشاريع في قطر مطروحة ومشاريع لم تنجز بعد. سمو الأمير مهتم بهذا الجانب، وهناك جهات مكلفة في الدولة ومنهم مجلس الوزراء لمتابعة هذه المشاريع. أنت كما تعلم هناك الكثير من المشاريع تحتاج للمتابعة أيضا، يعني المتابعة واهتمام سمو الأمير ورعاية لهذه المشاريع يجعل المواطن أيضا والمقيم يشعر بأن الأعمال والمشاريع تسير بخطى صحيحة. لأن أغلب ما يقدم في قطر من مشاريع حقيقة، هي طبعا في السابق قد تكون بعض المشاريع معطلة حقيقة، لكن المتابعة وإنجاز المشاريع كما ذكر أيضا استراتيجية قطر 2011-16 هذه استراتيجية مهمة جدا. ذكر أيضا سمو الأمير أن احنا أيضا وصلنا إلى المنتصف الآن. صحيح، وجاء أيضا رفع التقارير وجاء الآن يعني 2011-16 بتكون أنجزت، بتكون نوقشت وقدمت بالصورة المطلوبة واللائقة لتحسين صورة قطر، لكن الرؤية 2030 هي الأهم. صحيح. أنت عندك الآن يعني فترة قادمة، عندك مشاريع عالمية رياضية قادمة، مشروع كأس العالم 2022، عندك الرؤية 30، وعندك بطولات عالمية قد تكون قادمة إلى قطر. طيب، يمكن أقربها أقل من شهر. البطولات القادمة. نعم دكتور، هذه كلها أساسية. نعم نعم دكتور ربيعة وسعادة السيد إبراهيم السادة، احنا متواصلين معكم أيضا مع مشاهدينا الكرام، ولكن فاصل قصير بعده راح نكمل حديثنا مع ضيوفنا في استديو درب الساعي. انتظرونا وراجعين لكم. دام حنا لك جنود يا وطننا، يا وطننا، يا وطننا، لا تهاب من الأعادي. دام حنا لك جنود يا وطننا، يا وطننا، يا وطننا، لا تهاب من الأعادي.